السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أرانب صحية، أرانب أورجانيك طبيعية 100% من غير أي أدوية أو حقن. ناس كتير هجمتني في موضوع الأرانب الأورجانيك، وبالأخص أصحاب المحل البيطرية قالوا صعب تنجح موضوع الأرانب الصحية الطبيعية اللي ما بتعتمدش على أدوية أو حقن. ورغم كده أنا مصمم جدا على استكمال خبرتي في هذا المجال، لأن كله خير بالنسبة للمربي، بتقلل التكلفة بالنسبة للمستهلك، بيحصل على قيمة غذائية عالية طبيعية بدون أي آثار جانبية. الأرانب هي بطبيعتها أرانب عشبية، ولكن مش معنى كده إني بقول لحضرتك ما تقدم لهاش علف، لا أبدا، قدم علف، ولكن الوجبة الخضراء هي مصدر جيد جدا للفيتامينات والأملاح المعدنية. أنا حبيت أصور الفيديو دوت مع أرنبة غالية جدا عندي، هي أرنبة مربيها بصورة طبيعية، بتحاول تفحت مكان وتعمل جحر عشان خاطر تولد فيه. وبقول إن تربية الأرانب الأرضية ممكن بيعتمد نجاحه على بعض النقاط. النقطة الأولى والمهمة هي التهوية الجيدة والتعرض لأشعة الشمس، لأن أشعة الشمس هي مطهر جيد جدا لمكان التربية بتاع الأرانب، ومطهر جيد جدا لفرو الأرنب. تاني عنصر يعتمد عليه نجاح الأرانب هو إن أضيف جرام ملح ليمون على كل لتر مية شرب، والهدف من ملح الليمون إن أنا بنظف مية الشرب وأضمن وصولها بصورة نقية إلى الأرنب، وبطهر أمعاء الأرنب عشان أضمن إنه يكون في بيئة صحية سليمة عشان أحصل على معدل تحويل عالي للعجل. النقطة الثالثة اللي بيعتمد عليها نجاح التربية الأرضية زي ما قلت قبل كده وبكرر تاني، هو تقديم وجبة خضراء كل يوم في منتصف النهار بعد الظهر. والوجبة الخضراء دي تتمثل أهميتها فإنها مصدر جيد جدا للفيتامينات والأملاح المعدنية، وبالتالي بتوفر عليا تكلفة كبيرة جدا من الفيتامينات الصناعية والأملاح المعدنية الصناعية الغالية جدا، واللي أنا بأنفق عليها جزء كبير جدا من المال. النقطة الرابعة اللي بتعتمد عليها التربية الأرضية ونجاحها، هو أنا بقدم دشة عيش جاف عبارة عن كيلو عيش جاف أنا بدشه وأضيف عليه 100 جرام ثنائي فوسفات الصوديوم. دوت بأضيفه وأحطه للأرنب خاصة الذكور والإناث مرة واحدة كل أسبوع، والهدف من إضافة 100 جرام ثنائي فوسفات الصوديوم على دشة العيش الجاف، الهدف منها الحصول على تلقيح جيد وناجح، لأن أنا كده برفع معدل خصوبة عند الذكر وقدرته على تخصيب بويضات الأرنبة أو أنثى الأرنب، وبضمن أن الأرنبة ما ترفضش العشار، بل بالعكس هي اللي بترفض، هي اللي بتقبل وبتطلب التلقيح وبتطلب العشار وبتتجاوب مع الذكر. خامس نقطة تعتمد عليها التربية الأرضية ونجاحها، هو أني الأمهات المرضعات بقدم لها 50 جرام بودرة سواك و50 جرام حلب حصى، بضيفهم على كيلو ردة، ده بغرض زيادة إنتاج اللبن وزيادة كثافة اللبن عشان أحصل على لبن جيد يقوم يرضع الصغار ويحصل على معدل تحويل عالي عند الصغار. طبعا التربية الأرضية ناس كتير جدا أهملتها واعتمدت على تربية البطريات واعتمدت على تربية الحقن والإضافات الصناعية والأدوية، وأنا من رأيي أن التربية الأرضية جميلة جدا، لكن هي عايزة بس نظافة جيدة يومية وعايزة اهتمام، لكن هي في النهاية مربحة جدا جدا وتقدم لك إنتاج وفير جدا جدا من الأرانب، وبتقدم لك أرنب طعمه كويس ومعدل إنتاجه عالي جدا والحمد لله. في النهاية أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.